والرقصات في الجيلة ودي عوالم فتح الفؤاد العليلة تدخل من باب الشقة تمدح في أصل العيلة وتقول عالقرد غزل شارد والدم خفيف ويكون بارد غزل شارد والدم خفيف ويكون بارد يا فتاح يا فتاح يا فتاح من غير مفتاح يلا الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الغارة خلصت الحمد لله الغارة رجعت الحمد لله الغارة رجعت ايه يا اخوانا الرنة التانية دي مش رنة الغارة امال دي رنة ايه رنة موبايلي موبايلك احنا ايام الانجليز زمان مفيش موبايلات طب ما قلتش ليه كده واحنا داخلين لا فوا انت احنا ايام زمان يعني انجليز انا احترت لا ما تحترش الانجليز مغربلنا ضرب ولازم نشوف حل انا عندي الحل ايه احنا عايزين زعيم يقف ضد الانجليز احنا لازم نجيب مصطفى كامل يحمسنا بكلماته وبحاجاته صح حمسنا بحاجاته انت صح 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 محدش يراجع وراك صح يبقى عايزين مصطفى كامل صح يا مصطفى كامل اهو مصطفى كامل اهو مصطفى كامل اهو مصطفى كامل اهو يلا يا مصطفى كامل قول لنا كلام يحمسنا قشطة يابا قشطة قشطة يا عمي قشطة كله كده قشطة وانا كده قشطة شفت مصطفى كامل شفت كلماته ولا ألحانه أنا متأثر قوي بمصطفى كامل جوايا مصطفى كامل متأثر بيه ده جيش تغنى ومشي يخرب بيت أمي دي عيشة احمد ربنا على عيشة متضايق شد الفيشة احمد ربنا على عيشة متضايق شد الفيشة ايه ده ايه ده بطل لو انت كده في الأوضة ايوه تبقى ليلتك سودة لو انت كده في الأوضة تبقى ليلتك ايه تبقى ليلتك سودة تبقى ليلتك ايه كفاية اهتاف شفت مصطفى كامل مقصر فينا ازاي معشش جوه قلوبنا يا لهوي انا دلوقتي بدوس على كل شيء بينا ادمر كل شيء بينا ادوس على قلبي ولا توحشني اسيبكوا تخلصوا الالبوم بجد والله امشي يا ابني معشش في قلوبنا الراجل ده اصلا اسطوره ايوه ده اصلا ما بيغنيش من الحنجره امال ازاي أيوة. ده بزرار حد ماسكه من هنا كل شويه انا دلوقتي بدوس على كل
والله؟ حد لعب في الفوليوم بتاعه بس اموت واعرف مين. انا اموت واعرف احنا هنعمل ايه دلوقتي. مصطفى كامل ما نفعناش، هنعمل ايه؟ يبقى عايزين حد تاني اقوى من مصطفى كامل هو اللي يقدر يقضي على الانجليز ما دام ان احنا مش قادرين عليهم نجيب سعد زغلول. نجيب سعد زغلول صح. هو اللي يقدر يقضي على الانجليز يا رفعت باشا. صح يا حناوه افندي. صح، احنا نجيب سعد باشا زغلول. يلا سعد سعد يحيى سعد. سعد سعد يحيى سعد. سعد سعد يحيى سعد. سعد سعد يحيى سعد. يلا يا سعد يا زغلول قول لنا كلام يحمسنا. العنب 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 احمر احمر اخضر اخضر. سعد زغلول سعد زغلول سعد زغلول سعد زغلول كله كده كله كده وانا كده. ايه ده؟ انا بوسع له كل مره وعارفه هيجري، بيقول لي كله كده زي الحمار باجي كده. شفت سعد زغلول؟ شفت كلماته ولا كلباته؟ يا ده مأثر فيا قوي سعد زغلول ده. كان عايز يخش بدينا هنا. ده مش سعد زغلول ولا مصطفى كامل، ده الواد ناصح النصاب اللي شغال مع الانجليزي، يخش يشتغلنا ويجري. طب ما قلتش ليه كده من الاول؟ بحب اغانيه. تسيبنا نقعد كل شويه تقول لي حاجات متاخر يا رفعت. ما نعمل ايه يا عم؟ اسمع مني انا اولا ما اسميش رفعت تمام. ركز. انتوا بتغيروا اساميكوا ليه؟ انت اللي ركز معانا خمس دقايق بس. ماشي وهسيبك تروح. ماشي بص بقى. ايوه احنا نشتغل زي ما بيشتغلنا. صح. نعمل ايه؟ نتنكر ونقعد نعلم عليه. بس انا خايف صاحب الكباريه يجي يقبض علينا. يا عم صاحب الكباريه مات في الغاره. مات في الغاره؟ اه يعني الكباريه دلوقتي ما بقاش ليه صاحب؟ ملوش. طب امسكه انا. مش هتعرف. ما اعرفش ليه. اصله كان خواجه. طب ما انا خواجه. هتعرف تعمل خواجه؟ في ايه؟ خلاص انا مريحك. اهدى. احنا نقتل بديعه صاحبه الكازينو ده ونسميه كازينو المرحومه. صح. ونمسك احنا الكازينو وانا هشتغل معاك هنا فيه. بس ما نقتلش بديعه على طول. ماشي نشوفها الاول. اه نقتلها في الاخر. خلاص قشطه. يلا خلاص. هل يلا. يلا يلا يا وانت مسهل. جاهز؟ انا جاهز. يلا يلا. يلبس. ايوه انا بجهز اهو. جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا ابني جاك صاروخ في معاميعك. خش يا حاجه واتفاجئ. يا رب رزقنا في الكوبوريه اللي احنا بنعمله ده. وانا كل ما اتنكر اعمل سوداني. تعال يا خواجه. اهو اهو بص لقيت الخواجه ميت، خدت لبسه وجيت. خواجه انت ساحر كده. انت هتقرفنا ليه يا عم؟ والله ساحر. وانا كل ما اعمل حاجه هتقعد تقرفني. طب وريني خد دي بقى وهوريك الخواجه. هي دي اللي هتخليك خواجه؟ بس اظبطها بس اما نشوف. يلا تعالى يا عم شبلي. تحت بس تحت عشان ما نموتش. ماشي بس اهو كده بقيت خواجه يعني؟ انت يا خماره. انت يا حبيبي. كفايه مدح. انت مش عارف ان انا مش هحب اقعد مع خدي غيرك؟ انا خدي يا راجل يا شفايف. يا خراشي عليكي، انتي سوداني بتضحكني موت. ولما تعرفني هتهبني اكتر، اصل انا من النوع السوداني المقرمش. انتي ليكي اخوات يا سوداني؟ اخويا بيحبك موت كاشا فندي. والصغير لب سوري. اهو ده اللب السوري ده متغرب وسطيكم. اكل العيش. وليك اخوات فزدو عامل ايه؟ زي اللوز. انا مش عارف اسكتك. انا عارف انت انت لازم تيجي تزورنا في المقله اللي احنا عمالين نقلش فيها دي. الله والله لازم. ده انتوا عائله مسليه واحسن من الفشار 100 مره يا سوداني يا عسل. انت ليه تقول حبيبي وليه ما عندكوش حرف الها؟ ايه خبيبي في ايه؟ فين حرف الها؟ ما عندناش خبيبي احنا. خبيبي كله خبيبي. قول لي الحروف عندك. كله خبيبي. اقول لك الحروف؟ ها؟ اسمع. الف ب ت س ج خ خ د ز ر زين سين ش صاد. ايه ده؟
انت كنت في هضانه ايه؟ الرخمه. انت عايز مني ايه دلوقتي يا خواجه؟ انا عايزك تشغل لي موسيقى اللي انا احبها يا خبيبي. اللي ايه؟ اللي انا احبها. موسيقى ماشي. اللي انا اموت فيها يا ايه ايه اللي ايه؟ اللي انا انت لخبطته. خليتني اقول اني اني انت خواجه من الشرقيه ما تعمل. خمس دقايق ركز يا ابني. يا ابني انا ما انا عامل خواجه. عامل خواجه ما تقعدش تضغط عليا في الكلام. مش انا انا مش مش دوري. بص النوبي سهل. هتقرفني ليه؟ ما تيجي بص النوبي. بص ماله تهب اشغل لك اغاني ايه؟ عبد الهمولي ولا عبد الهليم حافظ؟ عبد المجيد عبد الله والنبي. شغلوا له منين عبد المجيد ده؟ بيقول اي كلام. اماكن الضيعه يا انصاف. انصاف يا بنتي يا انصاف. يا انصاف. ايوه يا بنتي يا مفاتن انا جايه اهو. انت كنت فين يا بنت؟ كنت عند قابلتي جوه يا بنت. كنت بتعملي ايه يا بنت؟ يا بنت كنت بظبطها عشان تظبطنا في الشغل كده. اسكتي يا بنتي يا انصاف دي الغره النهارده كانت جامده قوي. اسكتي بقى ما تفكرنيش ده هي تاخدهم كلهم يا اختي كده شطه واحده ونخلص منهم. ياخدهم كلهم انما هتلر لا ده هتلر ده قلبي وروحي وحشيه يا لهوي عليه وعلى شنبه. ما تهندي شويه يا بنت يعني اللي جابت هتلر ده يا اختي ما جابتش غيره ولا ايه؟ يا اختي بقى جابت ولا ما جابتش؟ هو هتلر وبس. طب بس بقى وسيبك من المنايل على عينه ده وتعالي يا اختي دوري على المنايل على عينه التاني. مين؟ لا هو العمده راح فين يا بنت؟ ده من ساعه الغره ما قامت والنور طفى مش باين له حس ولا خبر. عاملين ايه يا اللي لحم كتفنا من خيركم؟ يا اللي من غيركم نقفل الكباريه ده خالص محدش هيجي. عاملين ايه؟ اهلا يا خواجه. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيك انت. ازيك يا اصناف؟ اخبارك ايه؟ تمام. إيه ده اسمك ولا اسم حد تاني؟ اسمي والله يا خواجه. وازيك يا مفاتن؟ ازيك يا كاريوكي عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كويسه يا اخويا الحمد لله. انت شغاله ايه عندنا هنا يا حبيبتي؟ فتاه ليه؟ طب دي شغلانه خرام. شغلانه خرام اشتغلي شغلانه خلال تكسبي منها عيالك لسه صغننين. ليه يا حبيبتي الشغلانه دي؟ توبي. ازاي بس ازاي؟ ليه تدمري مستقبلك انت لسه صغننه يا حبيبتي؟ طب اعمل ايه طيب؟ توبي. لا مش هتوب. توبي. مش هتوب. هتوبي امتى؟ محدش هيقول لك توبي غيري في المكان ده. اسمعي الكلام يا حبيبتي اسمعي. مش هتوب. مش هتوب بقى الله. طب بقول لك ايه يا خواجه؟ ايه يا حبيبتي؟ ما تيجي انت معايا النهارده ونتوب انا وانت بكره. انت تصدقي بالله؟ انت تعلمي العفه. انا مش عارف جايبك ليه في الكباريه دي. غلطه غلطه مني. اتنيل امشي اما تشوف العمده مزنوق جوه في الحمام بقاله ساعه مش راضي يطلع. انت يا خماره. اوعى ايدك. ايه انت عايزه؟ ما تمسكنيش كده. تعالي يا خماره بس كده. عايزه عايزه انت اللي عايزه ايه؟ انت ما تعرفش انا مين. انا اللي حاربت الانجليز في الحمله الانجليزيه وحاربت البريطانيين في الحمله البريطانيه وحاربت البيزنطيين في الحمله البيزنطينيه وحاربت الناموس في باب الشعريه. ايه ده؟ انت ايه اللي انت لابسه ده يا عمده؟ ده كريمه. الله يخرب بيت الانجليز والحاجات اللي بيجيبوها معاهم وهم جايين. هم البنات دول اللي قالوا لي قالوا لي عايز تبقى عمده مارينا البس كريمه. انت جاي انت عمده لعبه ولا ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ بقول لك ايه يا عمده؟ كل الزباين مش موجودين، ما فاضلش هنا في الكباريه غيرنا احنا والاسطى بديع وسبع السباع يا عمده. مين يا بنت سبع السباع ده؟ انت خماره؟ انت خماره؟ اكيد بيضحكوا عليكي. سبع السباع ده يعني بيعكسوكي عشان يسرقوكي في محصول القطن يا غبيه. والله؟ والله يا خبيب. يا بنت ثلاثه بالله العظيم كلامك صح. ايوه يا خبيب هضحك عليك ليه؟ والله يبقى لهم حق. انا بايع القطن اصلا وجاي هنا عشان خاطر اقعد معاهم. تصدق بالله؟ لا اله الا الله يا خبيب. ست الناس مرات اللي في البيت شبهك بالظبط. طب هيضحكوا عليكي وهياخدوا منك محصول القطن فهم. يبقى لك الحلاوه لو عملوا كده. انت خماره بقول لك هيضحكوا عليكي. انت مخك زنخ. طب ما انا قلت لك بقى انا اللي عايزهم يعملوا كده. انت مالك انت؟ ده ايه ده؟
انا طالع معاهم، عايز حاجه؟ ربنا يخليك. يلا يا عمده، يلا يلا. لو حد سال عليا اقول لهم بيغير زيت. يلا بقى. يلا بقى. ايه ده ايه ده؟ والله العظيم العمده ده شكله هيجيب البلد دي في داهيه. لا حول الله يا رب. انت يا ده عثمان، يا عثمان الحقنا، يا عثمان انت فين؟ يا ده عثمان، يا ده عثمان. بس يهرب بيتك، يهرب بيتك. انت ساكت، انا هنا ما اسميش عثمان. امال اسمك ايه؟ اسمي جول اشقر. اشقر ده انت انهارك يا اسم، استغفر الله العظيم. ايه ده؟ ايه ايه؟ شوت شوت شوت. ايه مالك؟ ايه ده؟ ما توترناش. الاف بي اي بيجروا ورايا، والدبليو دبليو اي بيجروا ورايا، وجون سينا بيجري ورايا، وعمال يعمل لي كده اهو. طب وانت عملت ايه؟ عملت له كده اهو. فادي جزا يا اسطى. ايه الدماغ دي؟ معقوله كان في بانجو ايام الانجليز؟ انت ايه الدماغ دي عاملها ازاي؟ بهدلوني يا عثمان وانا بهرب من الكامب الانجليزي. العساكر ولاد الكامب ضربوا عليا صاروخ. جه في قلبك؟ لا، جه في كامب اليمين هنا. بص بقى، انا عايز اتوب يا عثمان، عايز اتوب وانضف وابني اسره. مش انا خطبت البنت سماح؟ يا عم سماح دي مصر كلها ماشيه معاها. ما تكبرش الموضوع، هي مصر قد ايه يعني؟ اتفضل يا معلم اوراني، اتفضل. هو ده بقى الكازينو؟ اه. طيب فين بقى الراقصات والغواني والحاجات الحلوه دي؟ الراقصات بيجتهدوا جوه. يا نهار استغفر الله العظيم. خش في المهم. رحت الكامب امبارح لقيت لك عرض نازل تحفه، تاخد 2 مسدس ساقي عليهم مسدس ميه هديه. انت رحت الكامب ولا رحت بيتزا كينج؟ ما قال لي 2 وتاخد عليهم واحد. يا ابني انا توبت وبسرق عشانك انت. سرقتني ازاي؟ بص بقى، شوف الخطه. خدت في ايدي بطيخه وانا داخل، اول ما دخلت فضيت كل اللي جواها، حطيت لب البطيخ في جيبي عشان تبقى فاضيه اشيل اللي انا عاوزه. تحط في البطيخه المسروقات؟ اه. يا ولعبان، بس دي يا دوب تشيل شويه رصاص. مين قال لك؟ ده انا مهرب فيها دبابه وكيس زبيب. دبابه جوه البطيخه؟ وكيس زبيب. انت تقرب لواحد اسمه ابو العربي؟ الفشار ده؟ اه. ابويا. عرفتك، كمل كمل. ما قربتش طياره جنب الدبابه؟ طياره جوه البطيخه؟ ايه الاوفر ده؟ لا دي هربتها في جيب الكلسون اللي ورا. طب ما هربتش غواصات قبل كده؟ لا يا عم دي كبيره عليا دي. ليه يا عم؟ تعالى وانا ما بعرفش اكذب. اقول لك يا سلام، تجيب فراولايه ما تاكلهاش، وتجيب تفاحايه وموزايه ومانجايه تقطع كله شوب فخفخينه تقعد برينز. والغواصه ما تفكر بقى تسرقها زي وانت بتشرب. مش عملت لك فخفخينه؟ انت بتهزر بقى. انا قاعد عملته عشانك. عملت ايه عشاني؟ عملت ايه عشانك؟ ما انا طالع بالبطيخه كشفوني، ضربوا عليا نار. اسكت. لا ما سكتش. رحت ماسك البطيخه عاملها خوذه، طلعت الدبابه رميت لها اللب، هي تضرب وناكل في الزبيب، هي تضرب وناكل في الزبيب، هي تضرب وناكل في الزبيب. وعملت ايه؟ قلعت النضاره ال 3 دي واستمتعت بالفيلم. كده والله انت جاي تشتغلني يا معلم. ليه يا عم؟ انت جاي تجيب لي سلاح ولا جاي تقعد تحكي لي قصص خرافيه؟ بص بقى، ده انا جبت لك نقاوت الغالي. وري. ايه ده؟ امسك. ايه ده؟ ايه ده؟ امسك يا ودمك كده ياض. اه ده اللي هقتل بيه. لا ما تقتلنيش كده، اخش النار. ليه؟ جيبي مليان افيون لسه ما وزعتوش. يا عم انا ما بيعرفش يضرب نار. يا نهار استغفر الله العظيم. انت جاي توب هنا؟ انا مال، انا ما بيعرفش يضرب نار، اعمل ايه؟ مش تقول يا عثمان. بص انا ابعت لك واد خلاصه يجيب من الاخر. آه. تمام، يقعد هنا في وسط الزباين، عيونه خضرة، لونه ابيض شق اللفت، شعره اصفر. تمام، تقول له كلمه السر يضرب. وايه كلمه السر؟ حكوره. اقول له حكوره يخلصني من خليل باشا على طول. آه. هل بت انت عايز تقتل خليل باشا ليه؟ خليل باشا ده كان معذبنا كلنا انا والعيله. انت فاكر ابويا ده كان اسود نوبي؟ امال كان اسود برباط؟ انت هتهزر على ابويا؟ لا ده انا واخد بخاطرك. ابويا مات. هو كان ابويا بيضاني، كل يوم يربطه في الشجره يقعد يدهنه شوكولاته، يدهنه شوكولاته ويقعد يلحس فيه هو واهل البلد. هو الراجل اللي كان بيضان شوكولاته ده ابوك؟ انت تعرفه؟ ما انا لحست معاهم. سامحني يا عثمان. الله يرحمك يا ماما جيرسي. ماتت؟ لا ساحت. ما سابتلكوش حاجه؟ سابت لنا الغلاف. معلش معلش، ما انجلكش في حاجه وحشه. صاحب واجب يا معلم. مش انا حضرت الدفنه بتاعت امك؟ طب كانت فين؟ كانت في مقابر الكيت كات. والله طول عمرك صاحب واجب يا معلم. حبيبي حبيبي يا عثمان. بقول لك ايه يا عثمان؟ إيه؟ ما تعرفش ميكانيكي قريب هنا؟ ليه العربيه باظت؟ لا الطياره الهليكوبتر بتاعتي المروحه بتاعتها عماله تزن، هشيلها. طب ودي هتطير ازاي؟ هتطير من الفرحه. يا معلم سي يو عثمان، سي يو. Yeah, true, man.
روما. انت ايه انت سبتني بعد ما خرجت؟ انا مش عايز اكمل في الخواجه. ليه والله؟ ركز فيها تعملوا سينما. والله العظيم طول ما انا جنبك ما امثل غير هنا. سينما ايه؟ اتنقل على عينك. انت ركز بس فيه. ركز. طب ما عايز تشتغل ايه؟ اشتغل مطرب بقى. ده منظر مطرب. انا والله مطرب. طب سمعني حاجه. اسمع دي. الله. سمعني حاجه تانيه في قوه دي. اسمع دي، دي الجديده. لا دي عدت الكوبليه كذا مره فعملت نوع من الرخامه. اثر شويه. اثر. اسمع دي. ها ايه ده؟ انت كلمات اغانيك تحفه. انا مشكلتي ان انا بتعامل مع مؤلف اخرس، بس مش عايز اقول له عشان نفسيته يعني. انت جاي تعمل خير وتعرفني انا صح؟ اعمل ايه طيب؟ الراجل بيكتب كويس بس ما بيكتب يعني. انا عرفت انت بطلت غنى ليه. ليه؟ ما انت بتنزل البومات فاضيه، حد هيشتريها؟ لا 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 ما ده. ده انا الطرش كلهم بيحبوني. اقعد ساكت. مين؟ طرش. مفيش اطرش ما بيسمعنيش. انت هتقرفنا. انت عايزني اعمل لك ايه دلوقتي؟ روح ولع اليافطه بتاعت الكباريه. الفرقه جايه اللي انا جايبها احسن فرقه في مصر. انا هولع في اليافطه وفي الكباريه عشان نخلص. اه والله. ماشي يلا. طيب فرقه انا على حسابي، انا مش عايز اشتغل الشغلانه دي يا خالد. لا يا رب الفرقه تخش اللي انا جايبها يا رب. يا لي 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 لي. لما اقول لك تغني تغني، ما تعرفنيش من اول دلوقتي. ماشي. لسه الفقرات جايه. اوكي ماشي يا حبيبي. اوكي حبيبي. مش هيبقى تبقى طويل كده والدك في الحه. نايل على عينك. مين انت؟ انت كمان؟ انا اسمي نوال. ده انت شارع عظيم عندنا في الدقي. وعلى كده بقى في اشارات؟ اصلا انا بعشق الانتظار قوي. انت بتعشق السفالة، ابعدي عني. ومالها السفالة؟ مش احسن ما اعمل حاجة عادي يا اخويا؟ ايه ده؟ دي مغفلة دي ولا ايه؟ تعالى يا عم صبيح. الباقي يخشوا. ادخل يا عم صبيح. انت عارف يا ولد. عارف يا حامد يا ابني؟ انا شفت الطيار اللي ضرب القنبلة على الكازينو، لمحته بطرف عيني كده ابن الذين. ده تعرف ده يبقى مين؟ مين؟ ابن خالد هتلر مباشرة. هتلر مين يا عم صبيح؟ الراجل اللي بيحط دبانه كبيره تحت مناخيره ده، عارفه؟ اه شفته بعينك. بعيني والله بعيني يا حامد شفته. اوه شت شت الحزام على وسط الخير وليك ايدك. يا حول الله. انا اللي بجيبه لنفسي. انا جايب فرقه تشلني. بس اعمل ايه؟ عادوا. يلا انا عايز فرخه يا جماعه في الكباريه. عايز فرخه. عايز سعاده. اغاني. اغني لك حاجه فيها فرخه؟ ايوه تعال. يلا بتعرف تغني انت؟ عيب عليك. حدد يعني. ماشي. ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليل. ايه رايك؟ يا ليلي يا ليلي. وحياة امك غلينا حاجة بالنهار. يا ليل يا الساعة بقى الفجر هيدم بسبب. أنا لسه في أول الليل. خلينا حاجة من الصبح. حاضر. يلا. أديك في الأرض تفحر. وأديك في السقف. أديك من أجلك هذا. وديك وتقول لي لماذا. اقعد اقعد. طلباتك كتير انت. معلش. طلباتك كتير قوي. معلش اعذرني. طبل كويس بس انا عايز فرخه. كل اللي يا رب تموت فيا. ليه يا رب خلقتني اموت؟ ليه ليه؟ ازيك يا بنت انصاف؟ الحمد لله على السلامه يا ناصح. الله يسلمك. العمده جه ولا لسه؟ اي نار عليك كده يا اخويا وكل شويه بيسال عليك. طب بقول لك ايه؟ قول. اسبقيني على المخزن عشان اجي اوريك الساعه وهي بتنور في الضلمه. عينيا. طب وانا يا ناصح مش هتوريني الساعه اللي بتنور في الضلمه؟ يا بنت انا بخاف من الضلمه اصلا. اقعدي. فين يا جدعان صاحب الكباريه ده؟ تعالى يا حبيبي. تعالى يا ناصخ يا نصاب.
انت مين؟ انا مين؟ انا الخواجة صاحب الكباريه. الخواجة مين؟ انت اسمك ايه؟ الخواجة كاريوكي. كاريوكي؟ اه. طب سمعني حاجة. لا كاريوكي موسيقى فاضية ما فيهاش حاجة. سمعك ايه؟ طب انا بقى ناصح. ناصح ايه؟ ما تعملش ناصح عليا. لا يا حبيبي لو انت ناصح فعلا بحق اثبت لي. اثبت لك؟ مين بطل الدوري؟ الاهلي. ده في المستقبل، احنا زمالك. الزمالك بطل الدوري. يا عيني يا عيني عليك. اهو. طيب بتروح الاستاد؟ بروح الاستاد كتير جدا. وبتقعد مع الجمهور؟ طبعا. طب غني لنا حاجه. اسمعك حاجه من الاستاد؟ يلا. والنبي يا حاج والنبي. يلا يا فرقه. امتى الزمالك يكسب يا جميل؟ واعود معاك في الدال دايمين. امتى الزمالك يكسب يا جميل؟ واعود معاك في الدال دايمين. لا حول يا ابني يا ابني، انت شايل الهم وجاي تركبوني؟ انا مالي الزمالك يكسب ولا ما يكسبش، انا عايز فرخه في الكباريه. خلاص يا عم صب لي كاس. كاس مصر ولا السوبر؟ لا صب لي الدوري. لا للاسف انا الدوري ما بصبهوش غير لاهلاويه. على فكره بقى الزمالك قادم. ايه؟ الزمالك قادم. الزمالك ايه؟ والله العظيم الزمالك قادم. قادم من ايه؟ من هنا. طب ابعد بقى لا يدوسوا علينا. ابعد بسرعه هيرخم. وانت يا بنت عامله ايه مع هتلر؟ يا لهوي ما تفكرنيش، هو في زي هتلر وجمال هتلر؟ تخدوده حمر وشعره صفر وعيونه خضر. ما تدوق لنا حاجه يا قشمون. يلا يا فرقه. عيون حبيبي خضر وخضر مرمر، وخدود حبيبي حبيبي حمر وحمر مرمر. عيون حبيبي خضر وخضر مرمر، وخدود حبيبي حبيبي حمر وحمر مرمر، وشعر حبيبي صفر وصفر فر فر فر. يا اخويا فر فر فر، يا اخويا يا اخويا فر فر. ساعة ما اشوفه فايت عليا اقول يا ريتني اقف رجله، ولما ايده تلمس ايديا سكينه حاميه تذبح لي عجله. نهار ما شفته تعبان قرصني رقبني جمعه. 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 مصر في بختي الاسود يا اختي. ايوه بس اعمل ايه؟ الله سهلتني سرته سرته والقلب مرته مرته. اخي عليه اخي عليه اخي عليه. يعني ايه انا ما ادخلش الكباريه؟ والله يا معلم دي تعليمات الست بديعه. انا اقعد قرش البحر يا واخش اي كباريه خلقه ربنا. حاضر يا معلم حاضر. خد يا خد. يا معلم حرام عليك. انا مالي؟ امشي يلا من وشي اخفى من قدامي دلوقتي. المفروض يا حبيبي مساء الجل على دماغك. محدش بيرد عليا ليه يا هيردوا يا معلم؟ هيردوا مساء الطين يا معلم. بيردوا بيردوا. انت ما بتفهمش يالا. والله ما انا دي هي اللي قالت لي ما دخلكش. هي يعني ست صح؟ اه. ينفع ست تمشي كلامها على راجل؟ لا ما ينفعش. طب امال ايه؟ ما اعرفش والله. ايه يعني انت نور وبتفهم اهو. اه انا اسف. افهم بقى قصدي ايه خلص. عشان بعد كده ما مديش ايدي عليك. ايه يا معلم؟ ما انا بقول لك انا فاهم خلاص والله. فاهم ايه؟ فاهم. انا مش بعد كده تيجي ادخلك والست تولع ست. انت فاهم ان انا عايز اساعدك صح؟ اه خلاص خلاص والله. مفيش ستات بقى تمشي كلام على رجاله صح؟ احنا رجاله ومستوعبين صح؟ مفيش الكلام ده عندنا صح؟ ده بجد والله. لا احنا رجاله. لا انت وحشني. بس مش كده يعني.
اسمع بقى مني يا معلم، هم هيردوا عليك، خليك مكانك، فيه مالك خايف ليه؟ يلا افهم يا فاهم، والله فاهم. فين الزباين؟ هو محدش بيرد عليا ليه يا؟ انا بخاف لما اقف في مكان واسال ومحدش يجاوب. فين الزباين؟ هو انت كنت سالت قلت ايه يا معلم؟ ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال كان ايه؟ السؤال كان لا إيه؟ خمس دقايق والم الورق بسرعه والنبي. انا جاوبت كل الملغي، مش فاهم الباقي والله. بسم الله الرحمن الرحيم. فين الزباين؟ اللي انت كنت بتسال الزباين فين يا معلم؟ ايه يا ابني اللي انت جايبه لنا ده؟ انت بتخوفني؟ هي قصدها تقول لك كنت بتسال الزباين في ايه يا معلم؟ يا سمارة انت يا ولا يا مجننة يا اللي بتسمع الكلام من اول مرة. انت اتفرجت على فيلم السبع ايام؟ في ايه يا معلم؟ اهدى كده، اهدى، مالكش دعوة. انا ربنا عطيني الصحة الحمد لله، مش عارف اسيطر على نفسي خالص. فين يالا العمدة يالا الهفق ده اللي المفروض هنقلبه؟ فين؟ ايوه فين هو؟ فين الهفق ده اللي هناخد فلوسه كلها؟ فيس فيس فين يعني هو؟ فيس 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 فيس. انا مش قلت ما تسيبوش الراديو مفتوح؟ انتوا متخلفين. فيس فيس انا اهو. انت هو ايه؟ انا العمده. بس يالا عيب يالا اللي انت فيه. يا عم والله انا العمده. بس عيب، خش اقعد مع اللي متسنك. يلا اقعد مع اخواتك. يلا يا سيدي من ثلاثة، والله العظيم انا العمدة. ولا عيب. ايه انا مش بكذب عليك، انا بقول الحق، انا العمدة، انا العمدة سوستة. انت العمدة سوستة؟ ايوه. انت اخرك عمدة في المزرعة السعيدة والله العظيم. عمدة تطلع كده والامير مش عارف ايه يدينا 10,000 درهم هدية. انت خدت بالك؟ شد حاجة من الجو. بس انا عارف بقى الارياف في شغلها يعني، ما تقلقش. ايه الدليل يا ان انت العمده؟ الدليل ان انا العمده، ادخل على جوجل واكتب www. العمده سوسته نصكم، هطلع لك انا على طول، متصور انا وحبيبه قلب صوره كده. مراتك؟ لا، الجاموسه. اهو ده اربعه منه في الجنينه، لا ضفادع ولا ناموس ولا الحاجات دي خالص. هو او قرص الريد، الاثنين قد بعض على فكره. او انا عايز اعرف بس، هم فصلوا بدله عيد للعمده زي بدله الضابط كده؟ ايه ده؟ عايز ايه يا؟ انا مش عايز حاجه، انت اللي جاي يا عم عملت جر في شكل. انا كلمتك. انت مش جاي تسهر في الكباريه وتسلب فلوسك؟ ايوه، ففلوسي بقى، ما انا اعطيتها لناصح يحطها في البوسطه. اعطيتها لناصح؟ والله العظيم من ساعه ما جيت، ناصح ده ارجل عيل موجود هنا. ما هو ارجل عيل صح. والله كبرت يا ناصح عايل، وبقيت تعمل عمليات من ورايا والله لما تيجي عايل. انت بتقول لي مين عايل يا عاد؟ بقول لك انت على نفسك. ولا عايزين. انا المعلم. ماشي والله يا جه جه، وش الخير والسعد والنور والهنا، كنت فين يا عسل انت يا امور انت يا جميل انت. خد بالك عشان شد حاجه من الجنب، انا شفته بقى والله، المره دي شفته والله. انا بكلمه من هنا يعني، هو بيتكلم وانا واقف له كده. استنى، ازيك يا حمار؟ الحمد لله كله تمام. اخبار الجحش ايه؟ كنت لسه بشرب برسيم جوه دلوقتي. طيب يروح يلعب مع الفتيات عقبال ما اجيلك. حنيه يلا. حنيه بالراحه بقى عليا، ما تشتمنيش تاني. ما اشتمكش تاني؟ أيوة. انا عاملك زي ابني. لا انت بتقسى عليا يا ولا. يا نونو روح. يو 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 يا ولا روح. سف على عمو. كده كخ يا حبيبي، كده كخ. بقول لك ايه، معاك فلوس؟ معايا. تلعب؟ العب. تعالى يا حماده. بص يا عم، ادي 10 و9 و8 تمام؟ انت كسر. الله، ادي 10 و9 و8 تمام. طلع الواد. الواد اهو. غلط. معاك فلوس؟ معايا. تلعب؟ العب. ادي 10 و9 و8. طلع البيت. البت اهي. عجبتني. تلعب؟ العب. معاك فلوس؟ معايا. يلا اهو، ادي 10 و9 و8. فين التسعه؟ تعبيط يا ابني، ما هي
هي دي التسعة؟ هي دي التسعة. والله أول مرة أشوفها والله العظيم. فين يلا الفلوس بتاعتي يا هاتي؟ خد يا عم الفلوس بقى ما تضايقنيش. مالك في إيه؟ يا عم أنا متضايق لسه جاي من عند الدجال. قال لك إيه يعني الدجال ده؟ قال لي كل اللي هيحصل في المستقبل. يا عم ما تصدقهمش دول بيخرفوا. بيخرفوا إيه؟ عارف فيروز؟ عارفها البت العيلة اللي بتغني. بنت العيلة اللي بتغني، أنت عارف في المستقبل هتبقى إيه؟ إيه؟ كنسات. بالفواكه الاستوائية ولا لسه ب 3 جنيه. 3 جنيه؟ وأنا أجيب طنبيل يا عم، أنت مجنون يا عم. المهم ركز معايا عشان العصابة هتجن هنا وتسلمنا بضاعة. وهيعرفونا ازاي؟ مش مهم، انا اتفقت معاهم على كلمة سر. ايه؟ حكورة. حكورة؟ اه. حلوة وجميلة وجديدة وبسيطة. هنشوف بقى لما يجوا العصابة، عشان لو نصفت عليا هنفخك. طب بقولك ايه؟ في مصلحة داخلها كمان شوية معايا. راكب خلاص. نصبايا؟ نصبايا جامدة جدا. يلا بينا نركب. عارف مدير الصالة دي؟ ايه؟ حمار. ماشي. نقلبه في قرشينات ومنفلق معايا؟ معايا. تعالى يلا. انت عاد يا كرشنكوف انت. خلاص اجيب حاجة. كوريا! ايه ده؟ ايه ده؟ كوريا! عامل ايه يا عوض؟ حبيبي يالا. مبارك ايه يا بلطجي؟ عامل ايه؟ انت مسكت ربنا فتحها عليك. اه شفت الحمد لله فلوس كتير جبتها. انا باخدها كل يوم بالليل بقى. بجد؟ اه ما انا بتوه عن الناس هنا. جدع يا عوض. انتوا عارفين بعض ولا ايه يا جدعان؟ اه. اه طب بص بقى. ايه يا خبيبي؟ انا لسه جاي من عند الدجال. المزيكا اللي بتعملها في الحانة دي مش هتنفع خالص، ولا هتجيب لك فلوس ولا اي حاجة. انت مجنون؟ مجنون ايه؟ احسن فرقة في مصر. فرقة ايه؟ انا جايب لك اسطوانة من مستقبل. دي انضف فرقة في مصر. دي اشرف فرقة في مصر. دي اعزف فرقه في مصر. دي انجح فرقه في مصر. دي اجمل فرقه في مصر. دي احلى منك ومن عيلتكم الفرقه دي. دي انضف منك ومن شعرك. يا جماعه انتوا الاثنين متفقين على اللي مختلف معاكم. اسمع مني، مشي الفرقه دي الاسطوانه اللي معايا عليها مزيكا من مستقبل عالميه. بجد؟ اه والله. لا بس اسمع بقى، المزيكا دي فرقه عالميه. اسمع الحته دي. طب سمعني. اعزفوا حاجه. سلام الخواجه يا ابني. احسن فرقه في مصر. مصدعين ولا ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ رأس يا رأس. ايه؟ اقف عادل. ما ينفعش، الاسطورة بتقول ان الاغنية لازم تكمل. نبع معاك وحتة كده. ركز معايا. ركز. ايه؟ ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ عايز ايه؟ اسمعك بقى الاسطوانة للمستقبل وشوف الفرق. سمعنا يا خبيبي. وسع. حطها في الجرامافون. ماشي. عندي جرامافون جوه؟ أسير الحزن من يومي وبقطع سعاد وجنوب عمري جرحت يوم إنسان ولو جرحت القلوب. إيه الدنيا؟ إيه الدنيا؟ إيه الدنيا؟ إيه الدنيا؟ اهدى يا ابني خلاص. اهدى يا ابني اهدى. هي ده يا تربيه دي المزيكا. ايه رايك؟ 100 100. الاسطوانه ولا الفرقه؟ اطلعوا بره. اطلعوا بره. اطلعوا بره. بس يا ابني ده هو مفيش غيره. انا عايز البتاع اللي معاك، مش عايز دول. هتدفع يعني؟ ادفع كل حاجه. طب اتكل انت على الله. انا همشي، انا هخرج اقلب الرقاصه وبعد كده اطلع في مظاهره ضد الانجليز. هو يا ابني هو اي حد يمشي المظاهرات؟ ما انا هقول زي العيال اللي بيقول. هتقول ايه؟ هما بياكلوا حمام وفراخ واحنا الفول دوخنا وداخي وسيكسيك. سيكسيك سيكسيك بالليمون واللي بحبه جدع مجنوني وسيكسيك. دي مظاهرات دي ولا فرح امك؟ يا مون ايه يا؟ او سيكسيك. امشي. ايه؟ سيكسيك. ده مجنون يا خبيبي ده. ركز معايا. او سيكسيك. ده مجنون يا خبيبي ده ولا ايه؟ هو ساعات بتقول. او سيكسيك. امشي اطلع بره. ركز معايا.
هتدفع الفلوس في الاسطوانه دي ولا ايه؟ ادفع كل فلوسي. ده انت ده انت عالمي، ده انت احسن من عبد الخليم خافز. عبد الخليم ده اسرائيلي؟ اسرائيلي ايه؟ عبد الخليم خافز المغني الشاب الجديد العالمي. ليه بتقول عبد الخليم؟ عشان انا خواجه. خواجه؟ ايوه. شكلك مصري. قفشتني. انا فعلا مصري بس جاسوس انجليزي. خلي بالك وجاي اجندك في الجيش الانجليزي، عشان واحنا طالعين بالجيش الانجليزي امبارح اتقتل من الجيش واحد، فقلت اخدك معانا جندك عشان اكمل الجيش ونركب العربيات ونتكل على الله ونرجع. لو هتدفع فلوس انا معاكم. تدفع كل حاجه؟ ادفع كل حاجه. انا اللي هدفع، انت اللي هتدفعه. احنا ندفع فلوس؟ ايوه. وانت تبيع كل حاجه؟ ابيع كل حاجه. تبيع بلدك؟ ابيع بلدي. تبيع مصر؟ ابيع مصر. قفشتك يا كلب، انا العقيد شوقي غريب. انت مين؟ العقيد شوقي غريب. ولا العبيد حسام حسن. اهلا وسهلا. شوف شغلك يا حبيبي. هنشوف شغلنا وهنكسب ان شاء الله الماتش الجاي. نتقابل في المرور باذن الله. بقول لك ايه؟ بقول لكم ايه؟ بقول لك ايه؟ اجيب حاجه وانا. يا رب تتوب عليا من شغلانتي الكازينو دي يا رب. سجاير سجاير اللاكي سترايك سجاير. سجاير يا عمدة؟ لا أنا بشربش السجاير، السجاير حرام. يعني السجاير حرام والخمرة مش حرام؟ دي مش خمرة، دي مية. ومالها المية؟ إيه؟ المية دي مش خمرة، دي مية. أيوة، ومالها المية؟ حرام يعني؟ أنا معرفش والله. أنا مش فاهمة. ايه يا بنتي يا عطيات، ما تمشي تشوفي شغلك بعيد. الله بيقول لك بيشرب ميه بس. خلاص يا اختي انا مالي. الحقوني الحقوني الحقوني. خبوني خبوني خبوني. يا جدعان انت مالك؟ ايه ده؟ انت ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ انت مش عندك مدرسه الصبح؟ بكره اجازه وبعده اجازه ويوم السبت نجيب بزازه. خبوني خبوني خبوني. نخبيك فين يا اخويا؟ مفيش مكان. والله ما عايز استخبى، انا اسلم نفسي احسن. خبوني خبوني في اي حته. خبوني في ايه؟ بتجري من ايه؟ البوليس السياسي بيجري ورايا. ايه ده، هو انت من الثوار؟ ياه، طول عمري كان نفسي اقابل حد من الثوار. طب تعالي. تعالي فين؟ لا انا شغاله في الكازينو ده، بس عشان خاطر امي واخواتي بس. في ايه؟ انت فهمتيني غلط. تعالي خبيني خبيني. يلا بسرعه يلا. استوب دونت موف، محدش يتحرك، كله يثبت مكانه. كله يثبت مكانه. لا احسن عليا الهرم من ديني. عليا الطلاب الثلاثه، لو ما قلتوا فين الثوار لشعبتكم من رجليكم. في ايه يا حضره الظابط؟ انت مين يالا؟ انا العبد لله اللي ذبح المعيز ورماه، واي مت قصيره تتمناه. انت في سنه كام؟ انت ايه عايز ايه؟ انا عمده. انت العمده؟ ايوه. امشي امشي يا حمار. الله يسلمك. ايه ده؟ ده ايه يا حضره الظابط؟ مالك متعصب كده ليه؟ في ايه؟ الله. بس يا بنت انت ما تقصيش. في ايه يا حضره الظابط؟ مالك؟ قول لي نفسك في ايه وانا هعملهولك. يا بنت بس يا بنت، ما تطلي مرقعه عشان احنا في الشغل دلوقتي. انت بنت عايز ايه وانا هعمله حاجه؟ انا ادور على سوار تعملي عليا الطلاق، اضرب ورقتين عرفي ناو. يلا يلا والنبي يلا. يلا ايه؟ يلا امشي من قدامي، غرف ده امشي. ايه ده؟ امشي. هتجننوني يا جوني. ايوه يا حضره الظابط. اتفضلي يا قمر. تعرف ان انا فيا عرق انجليزي؟ لا ده مش عرق انجليزي، ده عرق سوس. يلا يا معفنة. قال يعني بتتمرقع قوي؟ في واحد بيتمرقع كده؟ مالك يا خواجة بتزعق عليه وعامل جلبة؟ انت من السوار؟ لا انا من الابوار. يا مسكر من الابوار. ايه ده بس كده يا خواجة؟ ليه انت ممتعد؟ ممتعد؟ شكلك مثقف هتفهمني. يس يس. انت تتكلم انجليزي؟ يس. يبقى انت تفهمني. Yes. أقول لك على كلمة إنجليزي تحطها في جملة وده اختبار. Yes. كات. كات هنيلة اللي عايزة خلق. برافو. شاطر أنا؟ شاطر جدا. تتكلم إنجليزي. طب أنا بقى هختبرك بقى. تختبرني أنا؟ عشان أشوف أنت إنجليزي مؤصل ولا كده وكده. أوكي اختبرني. كلمة أحطها في جملة. قول. رد.
من حبيبي انا رد عليا وقول ده انا سايع اعجبك. لا ده انت طلعت فعلا حريف. ايوه احنا نبقى اصحاب بقى. ايوه احنا اصحاب. تعال بقى نقعد مع بعض وسيبك من السوار. يلعن ابو السوار. تعال بقى نقطع سجارتين كده ونفرفش. هي ساعه الحظ تتعوض. ايوه بقى دق يا مزيكا. السبابة كرة الملعونة كرة هسستها تاء هسستها تاء فطارت اها ثم طارت اها السبابة اها الملعونة اها. انت يا ست انت. نعم انت يا ست انت ترفي فين السوار؟ خرجوا من الباب اللي ورا. فطارت اها ثم طارت السبابة الملعونة. بس خلاص السبابة الملعونة. السبابة انت يا حبيبي انت يا بابا انت يا ابني بتاع الدبان انت. احنا لسه منظفين ومسحين وكان جاي تملى امه دبان تاني في ايه؟ انا اسف حبيبي ما تزعلش مني. ايه ده انت شكلك ضابط انجليزي يا ابن اللعيبة. قفشتك قفستني. عرفت منين ان انا ضابط انجليزي؟ عشان لما دخلت دخلت من الشمال لليمين. يا ابن الذكية تعرف انا إيه؟ كمان انجليزي. انت انجليزي؟ من انجلترا. من انجلترا؟ انت من انجلترا؟ انا من انجلترا. منين من انجلترا؟ من الارسنال. الله انت من الارسنال؟ منين في الارسنال؟ من عند مستشفى ام البريطانيين. يا لهوي ده انت جاري بقى. ايه ده وانت ساكن فين؟ في تشيلسي. فين في تشيلسي؟ في نص الملعب. ده احنا جران خالص. طبعا ده انت الواد اللي كنت بتعمل حمامة على سور نادي مانشستر سيتي. ايوه انا. ايه ده ايه ده انت كاريوكي اللي كنت معايا في مدرسة ابن خلدون الثانوية؟ ايوه حبيبي. صاحبي صاحبي خش في حضن اخوك يا صاحبي. لا يا صاحبي اخاف اخش في حضنك اوسخ البدلة الوسخة اللي انت لابسها. انت صاحبي وانا صاحبك. سلام سلام يا صاحبي. سلام سلام هجيب حاجه وين. السبابة الملعونة وهستها هسستها. انت ازاي تسيبهم يمشوا كده؟ الانجليز دول لازم دمهم يسيح على الارض. كان بودي والله اقتلهم بس الاكل حرام. يعني ايه القتل حرام؟ ما الصور بيقتلوا. لا انا بروح معاهم احط الديناميت واوصل السلك واظبط الريسيفر وبمشي الحمد لله. انا مملون لك كتير قوي انك ما ابلغتيش عني اعداء الوطن الوحشين. ليه هو في مكافاه؟ لا طب ابلغ عنك ليه؟ عشان انا شغاله في كازينو. انا شغاله هنا والله عشان خاطر امي واخواتي الصغيرين. اخواتي مش بيلاقوا اكل وافضل اشتغل طول النهار والليل عشان اجيب لهم اكل وانا مروحه بالليل. معلش والله مش معايا فكه. ربنا يسهل ربنا يسهل. انا ما بشحتش انا ببيع سجاير. لا بتشحتي. بص الوش ده شفتيه فين من اربع ايام؟ الاشاره عند عمر افندي. اشتريت مني علبتين سجاير واتنين دوريتوس واديتك الباقي شفقه. وتديني الباقي شفقه ليه؟ انت عرفت ان انا شغاله في كازينو؟ انا شغاله هنا عشان خاطر امي واخواتي الصغيرين. اعمل ايه طيب يا ستي؟ في ايه انت بتقولي نفس الكلام؟ في ايه؟ امال انا عايزك معانا في السوار. انا شايفك معانا بذره. بجد؟ ايوه هنضم للسوار. ياه طول عمري كان نفسي انضم للسوار واتنكر وابقى شبهك. لا ده انا وشي كده. انا مش متنكر ولا حاجه. بجد؟ ايوه انا مش متنكر. سبحان الله. انت هتبقي معانا من الثوار وهتعملي عمليات كتيره. ماشي ماشي. وهيجي واحد يقولك على كلمه السر. اللي هي ايه بقى؟ حكوره. حكوره اوعي تنسيها. لا مش هنساها. حكوره. عارفه هتعملي ايه تاني؟ هو الراجل هيديني ايه اصلا؟ الواد ده هيبقى معاه شنطه. فيها الشنطه إيه؟ دي فيها منشورات. تمام هتاخديها منه وتجيبيها وتجيلي على جنينه الازبكيه. لا انا ما اروحش جنينه الازبكيه ابدا. انا شريفه. انا شغاله في الكازينو ده عشان خاطر امي. عارف عشان خاطر امك وعيالك العيانين. امال عايزه تقابليني فين؟ هاجي لك البيت طبعا. الله ده الحلو طاب بقى ووقع. يلا سلام. انت وقعت من زمان بقى. ما تقول لنا حاجه كده. واما الان مع اولى فقرات الكباريه مع الراقصه الفظيعه اللولبيه بديعه مصابني ورب العرش نجاني.
يا بنت شوية. أيوة يلا يا معلش مفيش زباين النهارده يا خبيبتي عشان بس اجازه. احسن، انا مش عايزه حد النهارده. النهارده جاي لي خليل باشا ابن عم البلد، وخليل باشا عايز له سهره خصوصي. يا سيدي يا سيدي على الضحكه اللي جايه من درس العقل. الله الله عليكي، ده انت اللوز هتنط من بقى. مش عايزه عمليه، مش محتاجه مجهود. خش تتحكي، خش اجيبها وامشي. امشي يا ابو مام. يا لهوي، حلوه حلوه، بديعه بديعه. بطل غلبه، فين العمده يا كرياكو؟ امشيه ولا اسيبه؟ لا خليه، خليل باشا بيزعل لما يجي يلاقي الصاله فاضيه، بيقول انت كده بتقطعي برزقك يا بديعه، اصل هو راجل ديمقراطي. ما تقلقيش خلاص. راجل ايه يا ست بديعه؟ ديمقراطي. اسمها ديمقراطي مش ديمقراطي يا ست بديعه. لما انت متنوره قوي كده، اللي رمك على الشغلانه دي؟ انا شغاله في الكازينو ده عشان خاطر امي واخواتي الصغيرين. امي اتعملت من مكنه الخياط، واخواتي اتيتموا، وابويا اتشل، وعمي اتحرق، وخلي النار مسكت فيه، وسواق التاكسي مات، وسواق التاكسي مات، والعمارة وقعت، والعمارة وقعت. بس كفاية انت وهي، الاسطوانة المشروخة دي سمعتها كتير. وبتسمعيها ازاي وهي مشروخة؟ فهميني. لمناصح. ايه؟ اتكل انت على الله. ماشي. ناصح. وحشتني. بقول لك يا بديعه. قول يا حبيبي. ما تيجي معايا اوديكي 36 قرش. اقصى عليك، 36 قرش بس؟ و3 مليم. خدي، مش عايز حاجه. حلو. مش هعبرك. هتتنطط علينا عشان غنيت اغنيتين؟ امال لو بيضيتي شويه. ما بقاش غيرك انت يا سويد الكلب اللي يتريق عليا. انا سويد الكلب يا سويد القطة؟ انت عارف انت بتكلم مين؟ مين؟ انا بديعة، بديعة والاجر على الله. بديعة؟ اموت واعرف ايه الابداع في ده. ده انا على كده رائع بقى. يا وليد انت الواحد يتجوزك وما يجيبش العفش والاساس. امال يجيب ايه؟ يجيب العفش وكريم الاساس. أموت في السمار المحروة. أخرس. يا طرف السنية يا ناشف. إيه ده؟ إيه النشفات؟ في صوت بره. مين؟ صوت خليل باشا، خليل باشا. بديع. خليل. بدعدع. خلو، وحشتني يا خلو. انت اوحش يا بديع. سلام على الضحك المبالغ فيه. امال فين حرسك يا خليل باشا؟ معقوله يا بديع اجي كازينو بديع واجيب معايا الحرس؟ امال رجالتك فين يا روحي؟ طول عمرك راجل ديمقراطي. ديمقراطي؟ ايوه. الوطو اللي احنا بقينا فيه ده. ازيك يا بديع؟ اتفضل يا خليل باشا. يا سلام يا سلام يا بديع. ايوه. شمبانيا من عيني يا ست جواهر. يا سلام. تعال خد، تعال. يا
يعني سايبك من الصبح يا كلب. ست جواهر، قلت بدل ما اخرج ساكت بدل سلام عليكم اجود. لا سلام عليكم وما اتجوزش، وريني. سلام عليكم يا ست جواهر. يا سلام يا بديعة، يا سلام يا سلام. انا معلش ما لقيتش الطويل، معلش. يا سلام يا بديعة على الذكريات، انا وانتي فاكرة يا بديعة؟ طبعا فاكرة، ودي ايام تتنسي يا خلو. يا فاكرة ايام الشام؟ طبعا فاكرة، لما وقعت من فوق الجبل وقعدت اتدقلب نص ساعة لما جتيتي اتهرت. الحمد لله مش عارفة ان انا اللي زقتها. ولا ايام السودان يا بديعة؟ ياه، ودي ايام تتنسي يا خلو، لما الاسد فضل يجري ورايا وبعدين وقعت في النيل وفلتت من التماسيح بمعجزة. يا سبحان الله، فلتت ازاي؟ دي معجزة فعلا. انا مش عارف، ذكرياتي دايما معاكي جميلة يا بديعة. ذكريات سودة يا خلو، ما تفكرنيش بيها. الحمد لله الحمد لله، وبالرغم من هذا فضل حبنا اقوى من الزمان، فضل حبنا اقوى من اي شيء يا بديعة. احبك وانت بتتكلم بالنحو يا خلو. انت لسه بديعة، انت عندك شوية بتطلعيهم. يا سلام يا بديعة، لسه هتشوفيني في البرلمان، اما ادخل البرلمان واصول واقول واجلجل واتكلم باللغة العربية الفصحى واقول ان بس يا اقف في وسط البرلمان واقول ان الاحتلال الانجليزي هو اللي هينقذنا من الاحتلال الالماني وهتلر. طب ليه كده بس يا خليل باشا؟ ده هتلر ده والنبي عسل. بس يا بنتي يا مفاتي، انت ايش فاهمك في السياسه يا اختي؟ استني بس يا بديع، استني. ايه اللي عاجبك في هتلر؟ شنبه بس؟ إيه لا، وكمان لو جاي يخرج الانجليز من مصر. ما يخرج الانجليز من مصر والالماني يبقوا مكانهم يا بنتي. لا لا لا، هتلر ما يعملهاش، ده هتلر ده جدع. ليه يا حبيبتي؟ هو ابن خالتك؟ الله يا قبلتي. خلاص خلاص، عموما لا دول ينفعونا ولا دول ينفعونا، احنا مستحملين الانجليز لغايه اما نخلص من الالمان ونخلص من الانجليز برضه. طبعا يا خلو، والعشرة ما تهوش غير على ابن الحرام. هم دول البنات بس اللي عندك يا بديعة، انا دول هم اللي بشوفهم بقالي فترة. تعالي يا بنتي يا نوال، نوال احسن مطربة في الكازينو. تعالي يا نوال. اهلا يا نوال، ازاي؟ الحمد لله. وانتي مطربة بتغني قديم ولا جديد؟ لا انا بغني جديد، ماليش في القديم. ما هو الجديد هيبقى قديم لان احنا زمان طبعا. ها، تحبي تغني لنا حاجة أنا وبديعة بمناسبة حبنا؟ طبعاً، من عينيا يا قسطى. قسطى؟ بس طلع عليك يا خلو، أنا القسطى. أيوة. بس يا بديعة ما توتريناش بقى. ها، اتفضلي. مادام تحبي بتنكر ليه؟ مادام تحبي بتنكر ليه؟ ده اللي يا حبي يبان فاني، اللي يا حبي يبان فاني. مادام تحبي بتنكر ليه؟ لي 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 اللي عجبه صوت نوال يصوت لها على 14. برافو يا نوال، وعلى كده حافظه حاجه للانسه ليلى مراد. طبعا يا باشا. ثانيه واحده، اتفضل. يلا سمعينا بس يا ولد. سمعينا حاجة للآنسة ليلى مراد.
او سمعينا حاجة اطفال بقى يعني. ماليش امل في الدنيا دي غير ان اشوفك متهني، حتى لقيت اني بعدي راح يساعدك يبعد عني. اما انا مهما جرى هفضل اصون عهد الهوى، وان غبت يوم ولا سنة هفضل انا، هفضل انا 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 والله الكازينو مليان مواهب. شكرا يا نوال. شكرا يا باشا. شكرا. والله عندك حاجات جميلة بالمناسبة دي، أنا جايب لك معايا هدية يا بديعة. هي فين الهدية؟ الهدية شايلها جوه عندك. آه هي فين الهدية؟ يا ولية بقول لك جوه. جوه يعني تعالي معايا تعالي. ما تخضنيش بقى. يا اعتياد يا اعتياد يا بائعة السجاير. تعالي هنا. انت ايه اللي جابك من البيت؟ ما هو امي جات البيت والبيت متراقب مش عارف اعمل ايه. ونزلت ازاي طيب؟ ما انا اتخفيت. المهم الواد اللي معاه الشنطه فيها منشورات جالك؟ لا والله لسه ما جاش. لسه ما جاش ده وقت اتاخر قوي. طب اقول لك ايه؟ تعالى نستخبى جوه. انت فاكره كلمه السر؟ الثوره هتبوظ بسببك. لا والله مش هتبوظ. هتبوظ. لا لا أنا... احمد جربها هيزعل مني. لا انا وطنيه. قول. امال ايه؟ كلمه السر حكوره. ايه؟ حكوره. ما تنساهاش والنبي. لا مش هنساها. هروح في داهيه. لا لا خلاص. تعالي. يلا بينا. حكورة حكلنا حكاية هتقلب حنا حشونا حرام، حكورة حكلنا حكاية هتقلب حنا حشونا حرام، خدوجة خليفة خطبها خليل ابن اخت فجأة مات، والمهر بحتة نتفت ستة سبعة تمانية تمام، المهر بحتة نتفت ستة سبعة تمانية تمام، المهر بحتة نتفت ستة سبعة تمانية تمام، وبنسأل صالح فالح قال بصراحة أنا معرفاك. امال مين اللي هيستلم مني الافيون؟ الست سكينه الساكنه في السكاكين سرقها سليم، الست سكينه الساكنه في السكاكين سرقها سليم، وجليله طريقتها جابوه جنب عجب افرح عليكم يا ترى يا هل ترى مين اللي هيستلم مني المنشورات؟ منشورات اهرام جمهوريه؟ شوفونا ساعتها 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 سقونا سليم، شوفونا ساعتها 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 سقونا سليم، شوفونا ساعتها ساعتها ساعتها. مستني حد؟ انت مستني حد؟ انا جاي اسلم الشنطه دي. انت بتتكلم كده ليه؟ معلش اصل انا متنكد. تقريبا هو انت اللي معاك الحاجات اللي هتعلي البلد؟ دي هتعلي البلد كلها. معاك الحاجات اللي هتخلينا مبسوطين؟ دي هتبسط البلد كلها وتفتح قدامنا طاقة الحرية. دي هتطقطق دماغ البلد كلها. طب كلمة السر ايه؟ حكورة. حكورة؟ هي تبقى هي دي الشنطة بتاعتي. بقولك ايه؟ ايه؟ ما تيجي نفوق ونجيب الملك فاروق. ايه ده؟ انا مش عارفه الصور عليهم حاجات غريبه الصراحه. شولح شم شبانه شبندر شد شناب شعبان، شولح شم شبانه شبندر شد شناب شعبان، شوار شمر شمروخ شريف شعيله شريف شنوان، شفهم شمون شرفون تحيطي شفيقه شم شمان، شفهم شمون شرفون تحيطي شفيقه شم. انت؟ ايوه انا. هو؟ ما تساله ما هو قدامك اهو. جبت الحاجه؟ جبت الحاجه. جاب الحاجه؟ معرفش اساله هو. حاجة حلوة ولا فيستك؟ الحاجة حلوة؟ طب ما تجيب حتة. عندك كلب؟ آه. بيهو هو. 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 يبقى هي. كلمة السر يا حدي. حكورة ما كل الناس بتغنيها من الصبح. حكورة. أيوة صندوق برضه عمر إيده قفش بعد ما عد خمس عدات. اجري يالا. حكورة حكلنا حكاية هتقلب حالنا حشونا حرام. حكورة حكلنا حكاية.
يا بديعة، الكازينو بتاعك فيه حركة مش طبيعية يا بديعة. ده زي الفل يا خلو، كفاية وجودك فيه. ايه ده؟ الليل بطوله ولا ايه؟ يا ربي هو ده ولا مش هو؟ ها زي ما قال لي ابيضاني وعينيه خضر. هو بالذات كلمة السر ايه يا ربي؟ كلمة السر، كلمة السر. في حاجة مش مظبوطة يا بديعة. ايوه يا اخوي. تعال نشوف الافيون. ايه ده؟ ايه ده؟ منشورات؟ منشورات ضد جلالة الملك؟ امال ضد المية؟ فين ياد الافيون يا؟ نتنصب علينا ولا ايه يا جدعان؟ نصبت عليا يا مسح الكلب. لو سمحت الشنطة اللي معاكوا فيها منشورات؟ لا فيها بيتزا. إيه؟ لو هي المنشورات يبقى دي بتاعتي ودي بتاعتكم انتوا. يبقى هي دي الافيون. ايه ده؟ حسن؟ حصى ضد جلالة الملك يا كلاب. اللي بيحصل عندك في الكازينو يا بديعة؟ مش عارفة يا باشا. تعال تعال هكورة. هنكورة حكي لنا حكاية حد يقلب حنا كلمة سر انجل. لا انا ما بقولكش سمعني صوتك. هكورة مش عجباني اني غير الكلمة دي يا حبيبي. هكورة قاتل يا عم. عايزين نقول كلمة جديدة يا عم. انت كل مرة كده. معلش المرة الجاية خليه يظبط لك كلمة حلوة. يلا كل مرة كده. انا ماليش رأي في أي حاجة. معلش المرة انت جاي تطلع عقدك علينا. يلا انا عندي الضغط ما تقرفناش. ماشي يا عم. يلا حبيبي هكورة. أنا اللي هختار كلمة سر المرة الجاية. أنا مش هاجي المرة الجاية. يلا هكورة. خليل باشا. خليل مش معانا في الخطة دي يا جماعة. هو قاتل على طول. إيه ده؟ ماشي هكورة. خليل باشا. نعم. مش فاكرني يا خليل باشا. مش واخد بالي. اتخرصت ولا إيه؟ ركز كويس يا خليل باشا. أيوة يا ابني أنت مين؟ جا الوقت اللي قتلك فيه. تكي تك تكي بوم يا حبيبي. سايبك ترغي من الصبح. اعمل حاجه صح. مسدس مفيهوش رصاص. امال فيه ايه؟ مكسرات؟ مجاي يضحك عليا. امسكوه. ثواني يا جماعه انا اسرع واحد بيتمسك. مين ده؟ ده بكر. بكر بكر تحيا بكر. عرفتني؟ تعالى يا كلب. اوعى. كنت عايز تقتلني ليه يا ابني؟ انا مجاهد اداني المسدس ده وقال لي موتك. مجاهد اللي اداك المسدس؟ عشان عثمان عاوز يموتك. عثمان وعايز تموتني ليه يا عثمان؟ وانا موتك ليه يا باشا؟ انت حبيبي موتك ليه؟ عموما المسدس ده بلاستيك يا ابني. ايه يعني انا اتنسب عليا في المسدس؟ يعني انت اللي كنت متفق فعلا. يعني متآمر وهبل. انت عايز تقتلني ليه يا كلب؟ ايه اللي بيحصل عندك في الكازينو ده يا بديع؟ انا ماليش دعوه. ايه ده؟ انا ماليش دعوه. انا بقول الهوا ده جاي منين؟ ايه يا ابني ده؟ حسيت انه هيطلع منه فن. والله بعد كده ما تخشش انت دخل. وهسمي التمثال ده طائر الليل الحزين. امسك دي كده. استرني. انا عايز فلوسي اللي اتنصب عليا فيها يا خليل باشا. باشا؟ قلبت تركي مره واحده؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ وانا يا الاخر انتوا كلكم طلعتوا حمير بس مش بمزاجكم. انا الوحيد اللي طلعت حمار بمزاجي. عشان كل واحد فيكم بيفكر في نفسه بس. اللي بيفكروا ان هم يتاجروا في المخدرات ومش اشكال شباب مصر يضيعوا، واللي بيفكروا يعملوا جماعه ويبقى هم المسؤولين بس عن البلد واي حد تاني يفكر فيها يبقى هو اللي غلطان. لو كلنا اتجمعنا وبقت ايدينا في ايدين بعض مفيش اي احتلال هيجي من بره يحتلنا. ده اللي انا هقوله. لا ينفع يبقى في مؤامرة من جوه البلد ولا من بره البلد، وده اللي انا هقوله في البرلمان لما يفتح بقى ان شاء الله. I'm sorry.